بعد ما تخرجت من المتوسطة عام 73، تعرف أحوالنا تعبانة وفقر، ما عندنا شيء يعني، فلازم أني أحب أن أساعد الوالد وأساعد العائلة. قررت أني أنا أروح للشركة أرامكو. جيت أرامكو قالوا والله صغير عمرك 15 سنة، ما نوظفك، فما حلفني الحظ. رجعت بس أني برضه ما زلت أني لازم أني أشتغل. فسألت واحد من عندنا من الجماعة، قال فيه شركة تبع التنقيب تابعة لشركة أرامكو في الشمال عند ثاج، سبحان الله عند المكان اللي أنا ولدت فيه، يعني حوالي 5 كيلو. فمعاناة جدا، قلت يوم عطني الوالدة عطني فلوس أمشي ومتروح، قلت بروح أدور شغل. هذه كل والدة عطني 10 ريال ما أنساه. قلت أهتم في حالك، أخذت الشهادة حقدي ومشيت. فرحت هناك وسعى الحمد لله حالة من الحظ، واشتغلت هناك بوظيفة عامل براتب 350 ريال. بس ما كان هدفي أني أنا أشتغل خلاص يعني أقعد عامل، هدف أني أطور نفسي. تطوير جزء من حياة الإنسان، إنسان ما يطور حياته ما راح يمشي. فأقول أنا كل يوم، طبعا رحت كان عندي كتاب اسمه كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في 5 أيام. فالكتاب هذا أخذه وأطلع على جبل، لو جبل البتيل الشمالي، كل عصر وجهك أراجع الجمل. طبعا أعرف شوي بسيط، بس هدفي أني أنا أكون مسؤول في الشركة هذه. حتى أني جيت رئيسي وكلمته قلت أنا يوم من الأيام إن شاء الله أحل محلك. قال والله العظيم أنك أنت تعجبني بالكلمة هذه، هذا طموح وشغف، وأنا أعتبر أن هذه مرجلة. فعلا بعد فترة من الزمن، بعد يمكن سنة، صرت أنا محل الرجال هذا. بعد أول ما اشتغلت مع الفرق الاكتشافية، كان أهلي في النعيرية. بعد ما جيت طالع لهم في البر، استقبال، هذا كان في شهر 4 عام 74، استقبال لهم لي، قالوا خلاص احنا الله جابك تعال. وين؟ قال احنا بكرة ماشيين العندار، اخذ بل معك. وين وديها؟ قال امش بالبل العندار. طبعا المسافة حوالي 200 كيلو تقريبا، 200 في الصحراء، مي بسهلة. قلت تعال خشبي تبي حاضر. فيها نوع من الوالدة، قالت مدل الوالد محمد ليش تخلي قريان بالحالة يعني؟ قال لي إذا هو ولدي يجينا في عنده، إذا ما هو ولدي بكيف خلي دب الحالة. هنا هذه هي المدرسة، صح، هو الاعتماد على النفس. قلت أبشر بسعادكم. سبحان الله، أمي جات قالت شوف شفت الناقة مكحولة؟ قلت نعم. قالت هذه مولودة هناك في عندار، تراها تعرف المنطقة، بس خليك معها، هي الدليل يدلك. فعلا رابع يوم وأنا في القرية، يا أخي شو رأيك تمشي على رجيلك؟ أمعي لها طاسة، حط على راسي وحلب من اللبل ومعي تمر بس خلاص، وأمشي على رجلي 200 كيلو. هذا في حق اللي هو الإجازة حقتي، إجازة حقتي أسبوعين، راح من 4 أيام كلها مشي. مرة الكلام هذا عام 75 ميلادي، كنا نشتغل منطقة وعرة فيها جبال، وجاني رئيسي قال أبيك تغلق الشغل هذا، كم المدة التي تشوف أنها تغلق العمل فيها؟ العمل طبعا الأشياء مدة وايرات وكياب، المدة في منطقة وعرة، فالمنطقة دي وعرة جبال يعني شاهقة. قال لي كم من الوقت استغرق انك تشتغل فيها انت واخوياك؟ قلت والله 7 ايام. قال خلاص اعطيك 7 ايام. حنا غلقنا العمل في 3 ايام. رئيسنا اندهش، قال كيف غلقت العمل في 3 ايام؟ هذا انجاز ما هو بسيط. لكن انا قررت انا والاداره ان احنا نعطيك زياده. قلت انا ما استحقها. قال ما تستحقها، انت سويت. قلت له انا ما سويت العمل، سواها اخوياي زملائي. قال كيف نعطي 100 نفر مكلفه بالشركه؟ قلت انا بعلمكم حاجه، بعلمكم ان الطير ما يطير بجناح واحد، يطير بجناحين. اخوياي هم اللي قاموا بالشغل، هم اللي يستحقون شيء.
قررت الشركة ثاني مرة أنهم يعطونا زيادات كلهم، فعطوهم زيادات كلهم على 30 ريال. 30 ريال وين؟ لها قيمة. لا.